محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى لما أرسل الرسل اختار لكل نبي أتباعا من صفة خلقه، وجعل خير أتباع الرسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كما أنه جعل محبة الصحابة عنوان لمحبته صلى الله عليه وسلم، وجعل بغضهم عنوان لبغضه صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وفي حديث أيضا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. وأصحابي هنا له يقتضي العموم، لأنه جمع مضاف إلى المعرفة، والجمع المضاف إلى المعرفة من أدوات العموم عند الأصوليين، كما أشار لذلك في المراقي بقوله: وبإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. قيل لمالك رحمه الله: هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بالفي؟ قال: لا ولا كرامة. قيل له: من أين أخذت ذلك؟ قال: أخذته من قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فمن عاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، والكافر لا حق له بالفي. وأخذ أيضا ذلك مرة من قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمله، فقد جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا الدين وأظهروا شرائع الإسلام. فلولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا أصل ولا فرع، فهم الوسائط بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والإزراء بالمنقول والإزراء بالناقل إزراء بالمنقول عنه. ولهذا أجمع أهل السنة على أنه يجب تزكية الصحابة جميعا بإثبات العدالة لهم والثناء عليهم والكف عن الطعن فيهم. ولهذا أشار بالإضاءة بقوله: والصحب كلهم عدول خيرة، فمن يرد وجه اهتدائهم يرى. لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي، فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصين بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل مشافهة، خصهم الله تبارك وتعالى بمزية أخرى مناسبة لهذه المهمة الجسيمة، وهي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مس أحد منهم خرف. وإلى هذا أشار شيخنا حفظه الله ورعاه بقوله: صحب النبي استكمل منه الشرف، ما مس قط أحدا منهم خرف إلا ابن أرطاة الذي في صحبته خلف تركنا ذكره لريبته. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في أكثر من آية من كتابه. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأثبت لهم الخيرية على سائر الأمم، ولا شيء يعادل شهادة الله لهم بذلك. فإذا شهد الله لهم بالخيرية على سائر الأمم وجب اعتقاد ذلك والإيمان به، وإلا كان مكذبا لله في إخباره.
وقد وصفهم الله تبارك وتعالى أيضا في الكتب السابقة تنويها بفضلهم واعتناء بشأنهم بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من مغفرة وأجرا عظيما. كما أنه تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزكية أصحابه بألفاظ مختلفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم أمنت بأمتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وما من واحد منهم إلا فيه ثناء خاص يطول نقله. ولا شك أن من ارتاب في حقية شيء مما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافلا بإجماع المسلمين. يقول قاضي عياض في الشفاء: ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره توقير أصحابه وبرهم والاعتراف بحقهم والثناء عليهم والكف عن الطعن فيهم والإمساك عما شجر بينهم والإضراب عن أخبار الجهلة والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة والمبتدعة القادحة في أحد منهم. وليتمس ثم قال بعد ذلك: وأن يلتمس لهم أحسن المخارج. وإلى هذا أشار في إضاءة بقوله: فلا تخض في مام الأمر اختلط بينهم فاحذر إذا خضت الغلط. والتمس أن أحسن المخارج لهم في الاجتهاد ذو معارج. وما ما يحتج به بعض القادحين في فضل الصحابة وخصوصا معاوية وعمر وعمر بن العاص رضي الله عنهما بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فإنه لا حجة فيه، لأن من تأمل قول الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، تبين له أن معاوية وأباه وأخاه ممن أسلموا بعد الفتح فضلا عن من أسلم قبل فتح كعمر بن العاص وغيره الذين خرجوا مع معاوية، فضلا عن السابقين الأولين كطلحة والزبير، فضلا عن أبي بكر وعمر وعثمان. فهؤلاء جميعا موعودون من الله بالحسنى، والحسنى هي الجنة. قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. والقاعدة الأصولية أن الجمع بين الأدلة واجب إن أمكن، كما أشار لذلك في المراقب قوله: والجمع واجب متى ما أمكن. وكيفية الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وبين قوله تعالى: وكل وعد الله الحسنى، أن نقول إن المراد بقولهم يدعوهم إلى الجنة أي يدعوهم إلى سببها وهو طاعة الإمام، لأن علي رضي الله تعالى عنه كان إذاك هو الإمام وكانوا يدعونه إلى خلاف ذلك، لكنهم كانوا معذورين بالتأويل. وإطلاق المسبب وإرادة السبب هو من المجاز الشائع في كلام العربي وفي القرآن وفي السنة، كما أشار لذلك في مرتقى الوصول بقوله: ثم المجاز في كلام العربي يكون في المفرد والمركب، وحيثما عبر بالمسبب عن السبب أو عكسه بالسبب. وجلب لسان العربي قد يوقع الشخص في الكفر، لأنه يحمل آيات والأحاديث على غير محملها أو يؤولها على غير تأويلها، كما أشار لذلك العلامة ابن بونة في وسيلة السعادة بقوله: ورب كفر الناشئ مسبب عن جهل شخص بلسان العربي. وذلك كثير من مجسمة الجسمية من قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وجهلوا أن اليد تطلق على القدرة وعلى النعمة. وكفي من المعتزلة أن هناك أشياء غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى من قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، لأنهم جعلوا جملة خلقناه جملة واصفة واعتبروا مفهوم الصفة، وجهلوا أنها هنا جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وكذلك ضم فهم النصارى تركيب الإله من قوله تعالى: وروح منه، ففهموا أن من هنا تبعيضية وهذا جهل منهم، فإن من هنا ابتدائية. فكذلك من يعتقد وفق معاوية
أو عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة بحديث عمار، وهي عمار تقتل فئة الباغية، فإنه جاهل باللسان العربي وجاهل بكيفية الاستدلال وبطرق الترجيح عند الأصوليين إذا تعارضت الأدلة الشرعية. وهذا الجهل وقعه في الابتداع ومخالفة منهاج أهل السنة، وكذلك أيضا احتجاج بعضهم على نفاق كل من قاتل علي رضي الله عنه بحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا لا حجة فيه، لأن من قاتل علي رضي الله تعالى عنه في تلك الحروب لم يقاتل بغضا له، وإنما قاتل لأمر اجتهد فيه، والمجتهد معذور. وهذا التأويل واجب عند أهل السنة، وإليه أشار في جوهرة التوحيد وأول التشاجر الذي ورد إن خط واجتنب داء الحسد. وقد قسم الأصوليون التأويل إلى ثلاثة أقسام: تأويل قريب صحيح ينتفع به المستدل في استدلاله وتقوم به الحجة على خصمه، بل قد يتعين لما فيه من الجمع بين الأدلة. ويجب في هذا القسم أن يكون الدليل الصارف أقوى في ظهوره من الدليل الظاهر، حتى يكون الظن المستفاد من الدليل الصارف أقوى من الظن المستفاد من ظاهر اللفظ. التأويل الثاني وأن يكون التأويل بعيدا فاسدا، وهذا لا ينتفع به المستدل في استدلاله ولا تقوم بالحجة على خصمه، وهذا حين يكون الدليل الصارف أضعف في ظهوره من الدليل الظاهر. والتأويل الثالث وهو التأويل اللعب، وهذا التأويل الباطل، وهذا لعب بالشرع وبالدين. وإلى هذه المراتب الثلاثة أشار في مراقي السعود بقوله: حمل لظاهر على المرجوح واقسم لفاسد والصحيح. صحيح هو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وقيل الفاسد والبعيد وما خلاف لعب يفيد. وهذا التأويل ذكره علماء السنة في حديث ويحمال تقتل فئة الباغية، ومن التأويل القريب لقوة الدليل الصارف، لأن فقد زاد في قوة ظهوره على الدليل الظاهر، لأن قوله تعالى وكل وعد الله الحسنى نص في العموم، لأن لفظ كل الواردة في قوله تعالى وكل وعد الله الحسنى نص في العموم، بل هو أقوى أدوات العموم، ولهذا قدمه ابن عاصم بقوله صيغه كلنا والجميع وقتل الذي التي الفروع. وقد زاد هذا العموم تأكيدا بدلالة السياق في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى لما فرق بين الصحابة في مراتب الفضل ونفى المساواة بينهما في الدرجات بقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أتى بصيغة العموم وهي من الموصولية لإفادة الشمول في الفاضلين وفي المفضولين، ثم أتبع ذلك بقوله تعالى وكل وعد الله الحسنى ليجمع بينهم في هذه المزية العظيمة والدرجة المنيفة وليدفع توهم النقص على المفضولين. وهذا ما يسمى عند علماء البيان بالجمع بين المختلف والمؤتلف، كما أشاره السيوطي بقوله وجمعه مختلفا ومؤتلف والاتساع الشامل لما عرف. وقد تكررت هذه العنوات وانتشرت كقول صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم، وقول صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم أمنة الأمة، وقول صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والعنوات إذا تكررت وانتشرت فإنها تفيد القطع ولا تقبل التخصيص عند الأصوليين، كما أشار لذلك ابن عاصم في نيل المنى بقوله معنى العمومات إذا ما اتحدا مكررا منتشرا مؤكدا بحسب الحاجة في المواضع من غير تخصيص بأمر واقعي، فإنه يبقى على عمومه في كل ما يدخل في مفهومه. والقادح لفضل الصحابة في عصرنا الحاضر على ثلاثة أقسام: القسم الصنف الأول وهم المبتدعة المخالفون لينهاج للسنة من سائر الطوائف، وقد ورثوا القدح والطعن عن آبائهم وأجدادهم، وهذا الصنف مهما أقمت عليه الحجة وألزمته الدليل فإن ذلك لن يحمله على أن مذهبك حق ومذهبه باطل، بل يحمله أنك
أمهر منه بترتيب الحجج وإقامة الدلائل، ولا يترك مذهبه لمذهبك إلا ما شاء الله أن يوفقه. الصف الثاني هم أعداء السنة، يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يريدون أن يفهموا كلام الله مجرداً عن مفسره وبيانه من السنة، وشأن هؤلاء القدح في الرواة ولو كانوا صحابة، ولا يثبتون العدالة لمن روى حديثا يخالف أهواءهم، ولا سيما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد نال من القدح والطعن من هذه الطائفة ما ناله، حتى أن بعضهم ألف كتابا مله بالقدح والطعن، واتهم فيه أبا هريرة بأنه كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه السبب في إكثاره من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان مشتغلا بطلب العلم، وأنه كان ولم يكن عنده ما يشغله. في الحديث الصحيح، في الحديث الذي خرج في الصحيحين، أن أبا هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كنت امرأ مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فقال: وكان المهاجرون يشقلهم الصفق بالأسواق، وكان الأنصار يشقلهم القيام على أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط رداءه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ردائي ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا بعد ذلك. الطائفة الثالثة هم أرباب الفضول الخائضين في أرباب الفضول من عوامه السنة، الذين يقرؤون التواريخ الموضوعة والحكايات المصنوعة فتعلق بإذهانهم الشبه ويسوء ظنهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنف هو الذي يرجى له الانتفاع بما يسمعه من هذه التأويلات المذكورة عند علماء الأمة. ويقول الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، يقول الغزالي: والاختلاق أكثره اختراع الروافض والخوارج وأرباب الفضول من هذه الفنون، فعليك أن تلازم الإنكار في كل ما لم يثبت وما ثبت فاستنبط له تأويلا، فإن تعذر عليك فقل له لعله عذرا أو لعله تأويلا لم أطلع عليه، وعلم أنك في هذا المقام بين أن تسيء الظن بمسلم وتطعن عليه وتكون كاذبا، وبين أن تحسن الظن به وأنت مخطئ مثلا، وعلم أن الخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب والطعن فيه. فلو سكت إنسان مثلا عن سب أبي جهل أو عن أبي لهب أو عن إبليس أو عن كلمة الأشرار لم يضره ذلك. وما أروع ما قاله الغزالي: مع أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائلهم ومحاسن من الإيمان بالله والجهاد في سبيله والنصرة والهجرة والعلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يجعلنا من التابعين بإحسان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع بهذه الندوة المباركة، وأن يبارك في جهود القائمين عليها، وأن يحفظهم ويرعاهم. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.